أنا متأكدة إني سكرته. هدول كانوا بقلب الدرج. الصندوق أنا حطيته هون. شوفك ريشا، الصندوق يلي انت عم تدوري عليه مانو هون. تعي لقلك وين. شايفه؟ ليكو طلعي الصندوق مع امك. القصة انه وقت عطيتها الصندوق قلت لها انه اشتهيت لك هذا الحلو بتمنى تاخديه، والمسكينة على قد ما لها بريئة فورا صدقتني واخدت الصندوق. بس مين رح يصدق انها بريئة؟ ليكي بهذا الفيديو مبينة هي اللي سرقت الصندوق. صدقيني أي حدا بيشوفه رح يقول هيك. وحطت الصندوق بشنطايتها، يعني هي قبل ما تروح سرقت مصاري سهرة. وبس ديف راجع يشوف الفيديو يلي معي شو رح يقول عن أمك. ما تخيلت أمها لمرتي كريشا يطلع منها هيك تصرف. سرقت مصاري. أوه أكيد رح يزعل كتير كريشا. ما توقعت تكوني سيئة لهالدرجة هي. إذا هي المشكلة بيني وبينك أنت، ليش عم تدخلي أمي بهيك مواضيع؟ لا كريشا شو عم تحكي؟ معقول تبكي مشان هيك قصة؟ كريشا ما لازم تغلطي، هيك بتكوني عم تظلميني، لأنه هي مانا مشكلة. هذا اللي عم يصير بيناتنا اسمه حرب مو مشكلة. وأكيد بتعرفي المثل يلي بيقول كل شي بيكون متاح بالحب والحرب شو ما كان كريشا. وبالحرب يلي بيناتنا كل شي متاح. شو كنت مفكرة؟ إني رح أتركك تاخدي كل شي مني وقدام عيوني وأقعد وأتفرج عليكي؟ لا يا روحي لا، لازم تكوني بتعرفي إنه لحمي مر وإني أكيد ماني غبية مثلك. قلتلك إنه مستحيل خليكي تربحي بهي الحرب، وأنا ما رح أتركك بحالك أبداً. ما تتركيني وحاسبيني على اللي عملته كمان. بس بالأول فكري بديفراش شو رح يعمل. شو رأيك نبعت له الفيديو ونشوف ديفراش شو ممكن يعمل؟ أكيد رح يفكر إنه حماته يلي بيحبها وبيحترمها ودائماً هو بيعاملها مثل أمه طلعت حرامية وسرقت منه مصاري. وكمان هو بهي الحالة رح يسلم أمك للشرطة. بس شو فيني أعمل كريشا؟ مو طالع بإيدي ساعدك بشي. ديفراج لازم يشوف الفيديو ويعرف الحقيقة.